طيب يا جماعة، الفيديو اللي فات كان ناس سألتني ازاي احنا بنجهز الفايل وليه استخدمنا الفايل على الاستريتور وازاي صدرناه من الاستريتور الافتر افكت عشان نعرف نحركه. ففي الفيديو ده ان شاء الله احنا هنرد على السؤال ده ونعرفهم ازاي استخدمنا الاستريتور وليه الاستريتور مهم جدا في التجهيز قبل التحريك، وليه ده البرنامج المفضل ليا والمصممين كتيرة جدا. في ناس بتحب الفوتوشوب برضو، مش هنقول يعني الاستريتور بس هو اللي ينفع في التحريك، الناس بتحب الفوتوشوب بس هو نفس الكونسبت، احنا ازاي بنجهز اللايرز وازاي بنقسمها وبنجهزها للتحريك. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنشوف عملنا كده ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا بنبدأ من الاول خالص. زي ما قلنا المرة اللي فاتت احنا بنجهز ازاي الفايل. فدلوقتي احنا بنحمل الصورة بتاعت الطريق فري بيك من المواقع الجميلة والسريعة جدا للمصممين انهم يستخدموها، وفي بدائل كتير. لو حابين تعرفوها قولولي وانا اسيب لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ممكن نحمل من ايه، بس هو فري بيك كافي جدا. طيب دلوقتي احنا الفيديو اللي فات عملنا العربية وعملناها وهي بتتحرك وحركنا الطريق، ولجأنا السؤال اللي هو احنا ازاي نحرك، ازاي بنجهز الفايل على الاستريتور. فدلوقتي انا بجيب من اول مرحلة التحميل وحنشوف احنا ازاي بنجهز الفايل لحد ما نصدره على الافتر افكت ان شاء الله. وبكده يكون ده يعتبر الفيديو الاولاني، والفيديو التاني الاولاني يبقى هو التاني. هي حاجة اتلخبط كده، بس هو سؤال انا مكنتش عامل حسابه. انا كنت عامل الفيديو اللي فات ده الناس المبتدئين في الاستريتور بس، مش الناس المبتدئين في الافتر افكت، مش الناس المبتدئين في الاستريتور. طبعا انا دلوقتي بعمل الفول اتش دي ريزوليوشن بتاعه اللي هو 1920x1080. وطبعا يا جماعة زي ما قلنا لو محتاجين تعرفوا اي حاجة عن الاستريتور او الفوتوشوب او 3D او الافتر افكت، وحابين تعرفوا احنا بأي حاجة برضو المبتدئين عايزين تعرفوا اي سؤال سيبولي في الكومنتات تحت، وان شاء الله نعملكم فيديو بيها. دلوقتي انا خدت الطريق اهو، هو كان متجمع، عملنا دبل كليك زي ما احنا شايفين، وبكبره دلوقتي علشان الكومبوزيشن يكون الطريق على قده عادي خالص. بتروتيتو وتسكالو وتحطه في مكانه اكبر شوية كده من الطريق زي ما احنا شايفين، وبنعمل نيو لير عشان نجيب العربية. مهم جدا يا جماعة ان احنا نقسم الشغل لايرز، لان احنا لما بنقسم الشغل لايرز جوه الستريتور ده بيدهونا هناك لايرز فعلا وبنقدر نحركها، لكن في ناس بتاخد الفايل كله كده على بعضه فبتبقى الموضوع صعب جدا، لازم يرجع تاني للستريتور عشان يبدأ يجهزه. انا دلوقتي بشوف الشادو بتاع العربية وبحاول اظبطه شوية عشان يبقى باين مع الارضية بتاعت الاسفلت، فبغمق شوية كده وهنشوف دلوقتي الدنيا بقت عاملة ازاي. عملت لها انجروب عشان اعرف اتحكم فيها لوحدها، وبعدين اشوف اللايرز. اهي اللايرز قدامي. انا محتاج دلوقتي بدور على المودز، بالظبط كده هي معمولة ملتبلاي، طبعا عملها نورمال، طبعا اللون مش حلو، لما غمقته الدنيا بقت مقبولة شوية. دلوقتي بنظبط الشادو بتاع العربية زي ما احنا شايفين، وعملنا ليولير عشان تبقى أرضية كده معانا. يبقى احنا كده قسمنا الشغل لتلاتة لايرز، اللاير بتاعت الباك جراوند، واللاير بتاعت الطريق، واللاير بتاعت العربية. ونسيف سيف از اي اي عادي جدا يا جماعة، بنسيفه وانا سمينا بكار تيست. بتسيف اي اي عادي، مش محتاج سيف حاجة تانية، بس كده بنفتحه على الافتر وبنعمل كومبوزيشن ريتن لايرز. ده انا معلش
من الفيديو اللي فات. بس كده يا جماعة، احنا زي ما احنا شايفين الكومبوزيشن فاتح معانا بالتلاتة ليرز. طبعا احنا بنعلم على العلامة دي عشان يبقى الريزوليوشن بتاع الحاجة عالي، ودي ميزة الالستريتور، بتعلم على علامة الشمس دي الصغيرة دي. تكبر بقى مهما تكبر الحاجة ما بكسلش، عكس الفوتوشوب ولازم تعمل الحاجة بلونها. وبرضو من الافضل ان انت تسمي الحاجة، والافضل ان انت تغير لون اللاير بتاعتك عشان تبقى كل حاجة واضحة زي ما احنا عملنا كده. بس كده، وده كان الدرس بتاعنا النهاردة. لو حابين تعرفوا حاجات اكتر عن الافتر او عن الاستريتور، يا ريت تسيبوني في الكومنتات تحت او الفوتوشوب. كان معكم باسم حسيني من بستوديو، شكرا جزيلا ليكم.